هذه أبرز العناوين. أنصارية عن مستقبلها، الأمر لا يتعلق بالمال. عاجل، وليد رجراجي يستدعي مهاجما كبيرا إلى المنتخب المغربي. أسماء جديدة بالمنتخب الوطني المغربي، والمدرب وليد رجراجي يجهز خليفة حمد الله. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل وباش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس. أنصاري عن مستقبلها، الأمر لا يتعلق بالمال. كشف المغربي يوسف أنصاري مهاجم إشبيلية عن موقفه بشأن مستقبله بعد ارتباط اسمه بالانتقال للعب في البريمير ليج، وترددت أنباء قوية حول رغبة ويست هام يونايتد في التعاقد مع أنصاري خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد تألقه في مونديال قطر. وأصدرت وكالة المسؤول عن تسويق أنصاري بيانا نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، جاء فيها: بالنظر إلى الأنباء التي تم نشرها في الأيام الأخيرة حول احتمال رحيل يوسف أنصاري عن إشبيلية في هذه السوق الشتوية، نؤكد أن اللاعب لا ينوي مغادرة النادي حاليا. وأضاف البيان: فقط مشاركة الجميع وجهودهم ستعيد إشبيلية إلى المكان الذي يستحقها. أما أنصاري نفسه فقال: أشكر جميع الأندية التي تواصلت مع وكيل أعمالي، لكن في الوقت الحالي أنا أريد فقط البقاء في إشبيلية، إنها ليست مسألة مال، إنها مسألة رياضية. وأوضح: أرغب في مساعدة الفريق في أسوأ اللحظات، لدينا فريق رائع ونحن على يقين من أننا سنمضي قدما في هذا. وتابع: لقد أتيحت لي الفرصة للخروج في مناسبات أخرى وقلت أيضا لا، الآن نحن جميعا بحاجة إلى بعضنا البعض، الموسم ما يزال طويلا، لدينا 3 مسابقات على أرض الملعب وسنلعب بكل روح. عاجل، وليد رجراجي يستدعي مهاجما كبيرا إلى المنتخب المغربي. يتابع كل من رشيد بن محمود وغريب أمزين مساعدي وليد رجراجي مدرب المنتخب الوطني بعض اللاعبين في أفق ضمهم إلى عرين الأسود، حيث يعدان عن تقارير لاعبي المنتخب المغربي الذين لم يشاركوا في مونديال قطر. وسيكون شهر مارس المقبل موعد معسكر الأسود، وهو الأول بعد المشاركة الناجحة في مونديال قطر، حيث سيكون مهاجم ليفانتي الإسباني محمد بولديني من أكبر المرشحين للحضور في المعسكر. وكان بولديني من اللاعبين الذين تبعهم رجراجي، غير أن المنافسة الشديدة في الهجوم فرضت عليه عدم استدعائها، خاصة مع الفترة الزمنية القصيرة التي كانت تفصل وقت تعاقده مع اتحاد الكرة خلف لوحيد خالل زيتش وانطلاق المونديال. ويسعى رجراجي للوقوف على مستوية بولديني ومنحه الفرصة، خاصة مع حضوره الجيد مع ناديه الإسباني بعدما لعب بولديني البالغ من العمر 27 عاما مع الرجاء الرياضي واتحاد طنجة، قبل أن يدخل تجارب احترافية في عدة أندية برتغالية. أسماء جديدة بالمنتخب الوطني، والمدرب وليد رجراجي يجهز خليفة حمد الله. يتجه الناخب الوطني وليد رجراجي للمناداة على بعض المواهب المغربية خلال المعسكر التدريبي الذي سيخوضه المنتخب المغربي بمركز محمد السادس في شهر مارس. ويعمل رجراجي على متابعة تطور مستوى 7 مواهب مغربية قد يفسح المجال لبعضها للانضمام لأسود الأطلس. وفق العديد من المصادر، فإن المواهب المغربية التي يتابعها رجراجي هي جناح فريق موناكو الفرنسي إلياس بن صغير، ومهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلياس حسنية، ومهاجم فريق ايندهوفن الهولندي اسماعيل سيباريا، ولاعب خط وسط فريق سانت تيان الفرنسي بنيامين بوشواري، ومدافع فريق برشلونة شادي رياض، وابراهيم صلاح لاعب فريق كنت البلجيكي، وإلياس سيباوي لاعب فريق بيرشوت البلجيكي. وقام كشفة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في أوروبا بجهود كبيرة من أجل تمهيد الطريق أمام عدة مواهب مغربية شابة للعب مع المنتخب المغربي، كما أن الإنجاز التاريخي الذي حققه الأسود سيكون له دور كبير في أن تقرر تلك المواهب الانضمام لصفوف منتخب بلدها الأصلي. ويريد رجراجي منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد من أجل متابعة مردودهم الفني والبدني، حيث يسعى رجراجي إلى دعم الخط الأمامي بعد الانتقادات التي طالت العديد من اللاعبين، أبرزهم عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي وزميله وليد شديرة لاعب باري الإيطالي. جامعة الكرة، عقوبات صارمة وغرامات ثقيلة تطال اللاعبين والأندية.
قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف البوتسواني تومي سانغ إيروبوني لاعب أولمبيك خريبكا لستة أشهر بسبب سوء سلوكه لاعتدائه على أحد لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدية خلال مباراة الفريقين وبصقه على الحكم عمر شداد بعدما أشهر الأخير في وجهه الورقة الحمراء. وأعلنت اللجنة التأديبية في بلاغ نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن معاقبة فريقي المغرب التطواني والوداد الرياضي بإجراء مباراة واحدة لكل منهما بدون جمهور مع تغريمهم مبلغ 10,000 درهم لرمي جماهيرهم للقارورات والحجارة مما أدى إلى التوقيف المؤقت للمقابلة التي جمعتهما لمدة 8 دقائق. أضاف بلاغ الجامعة منع حضور وتنقل جماهير فريق المغرب التطواني خارج ملعبه لمباراة واحدة ومنع حضور وتنقل جماهير فريق الوداد الرياضي خارج ملعبه لثلاث مباريات مع تعامل الفريقين مناصفة تكلفة الأضرار والخسائر التي لحقت الملعب خلال المباراة التي جمعتهما. وقررت اللجنة المركزية توقيف زكريا عبوب مدرب شباب الرياضي السالمي لثلاث مباريات واحدة منهما موقفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 25,000 درهم وتوقيف بوشعب المباركي المدرب المستعد لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 20,000 درهم بعد طردهما في المباراة التي جمعت فريقه بالجيش الملكي. النصر عقد رونالدو لا يتضمن الترويج لملف استضافة السعودية للمونديال. أوضح نادي النصر السعودي يوم الأربعاء حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن وجود بوند في العقد المبرم مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بخصوص استضافة المملكة لمونديال 2030. ونشر النصر بلاغا توضيحيا عبر حسابه بموقع تويتر وجاء فيها يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية فإن عقد رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة المونديال. وأضاف ينصب تركيزه الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح. وانضم كريستيانو رونالدو للنصر خلال فترة الانتقالة الشتوية الحالية في صفقة تاريخية سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025 بحسب تقارير صحفية. وكانت التقارير الصحفية قد ذكرت أن كريستيانو رونالدو سيضاعف راتبه مع النصر من أجل الترويج لعرض المملكة السعودية الخاص باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. هذه أبرز العناوين. أنصاري عن مستقبلها، الأمر لا يتعلق بالمال. عاجل، وليد ركراكي يستدعي مهاجما كبيرا إلى المنتخب المغربي. أسماء جديدة بالمنتخب الوطني المغربي والمدرب وليد ركراكي يجهز خليفة حمد الله.